نشرت صفحة معجبين النجمة نانسي عجرم على موقع الانستغرام مقاطع مصورة من كواليس الحلقة الختامية من برنامج ذا فويس كيدز يوم السبت، حيث رقصت الفنانة اللبنانية أكثر من مرة بعفوية وطرافة. وفي المقطع الأول تمايلت نانسي عجرم على أنغام أغنية إحسان الجسمي مهم جدا قبل أن ترقص على أنغام واحدة من أغنياتها. وظهرت نانسي عجرم في المقطع الثاني وهي تضحك وترقص بين يدي مصفف الشعر بشكل لافت، هو الأول الذي تبدو فيه بهذه الطريقة منذ واقعة قتل محمد الموسى داخل منزلها على يد زوجها فادي الهاشم. وفاز الطفل محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم باللقب ضمن الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، وانضم رميح بذلك إلى لين الحايك وحمزة الأبيض اللذين حصدا الفوز في الموسمين الأول والثاني. وعرب محمد إسلام عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت أهلته للفوز باللقب، متفوقا بذلك على ياسمين أسامة من فريق حماقي ومحمد إبراهيم من فريق عاصي، وتوجه بالشكر إلى مدربته النجمة نانسي عجرم كونها آمنت بموهبته وبصوته وأوصلته إلى المنافسة الختامية، وأثنى على دورها مع الأستاذ محمد أبو الخير في تطوير موهبته ومواهب بقية المشتركين.